هي لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان أعلنت أن رسوم استخراج شهادة الشفاء التام من فيروس سي 20 جنيه فقط بتسدد إلى وحدة الفيروسات الكبدية الذي تلقى فيها المريض علاجه. وأكدت كمان اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان أن المرضى اللي تلقوا علاجهم داخل وحدات العلاج التابعة للجنة القومية لكي يستخرجوا الشهادة عليهم التقدم بالتحاليل اللي بتفيد الشفاء بعد انتهاء العلاج بثلاث شهور من المعامل المركزية بوزارة الصحة. لكن المرضى اللي تم علاجهم خارج وحدات العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قالت اللجنة القومية أن عليهم التقدم بمجموعة من الأوراق قبل بدء العلاج ويقوم المريض بالتوجه لأقرب مركز تابع للجنة القومية وبيقوم بالحجز على الموقع الخاص باللجنة القومية. ده موضوع طبعا في غاية الأهمية أن الناس تحصل على تصريحات أو تحصل على شهادات تفيد أنه هي تم شفائها من الفيروس سي. اللجنة اللي ممنوط بيها ده في وزارة الصحة حددت الشكل العام أو الأوراق اللي المفروض الشخص سواء تعافى أو تلقى العلاج في هذا المركز أو خارجه إيه الأوراق اللي مطلوب منه أنه هو يقوم بتقديمها في هذا الموضوع. يمكن في ظل المشاكل اللي معرضة ليها وزارة الصحة موضوع فيروس سي يمكن هو النقطة المنيرة في هذا في هذه الفترة أو في وزارة الصحة بشكل عام. ما نقدرش ننكر أبدا عن أهمية هذا الموضوع. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا دكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتور يحيى صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك معانا وبنتكلم مع حضرتك النهاردة عن شروط الحصول على شهادات الشفاء من فيروس تي. خلينا نستمع لحضرتك وتفاصيل أكتر. تفضل يا فندم. بالنسبة للمرضى اللي تعالجوا في اللجنة القومية تبع اللجنة القومية أو تبع التأمين الصحي بيعملوا البي سي آر اللي يثبت خلو الفيروس سي 3 شهور بعد انتهاء العلاج. والدوكيمنت او الاثباتات كلها بتبقى موجودة عندنا على السيرفر في اللجنة، وبالتالي مجرد انه يعمل البي سي ار 3 شهور بعد نهاية العلاج وبيطلع سلبي بنعطيه الشهادة على طول، ما فيهاش اي مشكلة. بالنسبة للي في الخارج اللي من برة او اتعالجوا برة وعاوزين يحصلوا على الشهادة بيعملوا عندنا في اللجنة في المعامل المركزية البي سي ار مرتين بينهما 3 شهور عشان نثبت انه ما يكونش لسه بيتعالج ويجيب لي واحدة سلبية عشان يستعجل وياخد الشهادة ولسه مخلصت علاجه. فلازم يبقى ما بين التحليلين 3 شهور والاثنين يبقوا سلبيين بنديله برضو الشهادة حتى لو ما تعالجش. يعني اللي بيتعالج خارج المراكز هيتم فحصه مرة أخرى عند حضراتكم؟ لا، هيعمل بي سي آر مرتين في المعامل المركزية عندنا بينهم 3 شهور. يعني هيعيد تحليل مرة أخرى سلبي. مش هيجيب تحليل، هيعمل بي سي ار. احنا مالناش دعوه يعيد ولا ما يعيدش، هو جاي بيقول انا ما عندي، انا كنت بتعالج بره وشوفيت اثبات الشفاء عندنا انه يعمل بي سي ار ساعتها نلاقيه سلبي. ثم بعد 3 شهور نعمله له تاني نلاقيه سلبي، يبقى فعلا ده اتعالج واشوف ندي له الشهاده. تمام يا فندم. اللي عندنا بقى ما بيحتاجش يعمل لانه بيكون عامل ويجيب لنا النتيجه بتتعمل عندنا. فبنبقى عارفين ان هو فعلا اتعالج. تمام يا دكتور يحيى. دكتور يحيى الشاذلي بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، واتمنى يا رب الشفاء العاجل لكل المرضى اللي بيعانوا من فيروس تي.